وأكد اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن فريق الكرة يشهد استقرارا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وأنه يتمنى حصول الفريق على بطولة كأس مصر. واضح أن هناك بعض الاستقرار، خالد جلال مدرب محترم ومدرب واعد وعمل فرقة، وبقينا نحس بدأنا نحس الانسجام اللي بين اللعيبة والروح والأداء، الناس كلها حاسة بهذا الكلام. نتمنى رب ربنا يوفقه ويكمل مسيرته بالحصول على الكاس عشان نفرح جمهورنا ويعني ونبسطهم ونبقى عملنا بطولة إن شاء الله.